مصطفى جي لك نفس الكلام، انت كان عندك برضو اكيد ماتشات جامده شمال افريقيا، يعني كلمني عن البطوله وارجع لي خطوه كده قبل البطوله برضو، عملتوا ايه واستعديتوا ازاي وسافرتوا ازاي؟ احنا استعدينا، كان دخلنا عملنا تصفيات في شبين الكوم، تصفيات داخليه منتخب كنا بياخدوا منها 8، الثمانيه دول دخلوا جوه معسكر مغلق لحد شهر 3، كانوا بيختاروا منهم 4 لان الجماعي دلوقتي محتاج 4 بس، اللي بيسافر برضو بيلعب 3 و4 ده الاحتياطي، والرابع ده ممكن يخش اي ماتش ولا بيبقى من اول بطوله بره؟ لا 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 ممكن يخش اي ماتش عادي يعني على حسب طبعا اختيار الجهاز الفني بالظبط، هو اللي بيختار مثلا اللعيب ده مثلا متميز في كاتا معينه حلو فبيخش مثلا في الكاتا دي نأديها بس، وبيبص على الفرقه الثانيه برضه يعني طبعا الفرقه الثانيه احنا طبعًا. احنا بيبقى 4 يعني احنا هو اختارنا من الثمانيه اختار 4 بس، هو بيبدل بيننا يعني فبيشوف انهي الافضل لانهي كاتا مناسبه. نعم بس فاحنا قعدنا بتاع شهرين كاملين بنتمرن كاتا وفتنس يعني مطحونين حرفيا. نعم بس بعد كده طبعا سافرنا البطوله هناك، طبعا الاجواء غانا طبعاً صعبه طبعاً حاجات طبعاً. كلها في الحر بس حلو بس حلو انا بحب افريقيا هي حلوه بس مشكله انا عايز اقول لك الحر والرطوبه جدا رطوبه يا باشا. بس عايز اقول لك انا كنت لما اركب الطياره ورايح افريقيا الكاميرون بالذات غرب افريقيا كاميرون غانا غينيا السنغال انا حقيقي كنت ببقى سعيد، الشعوب دي مالي الشعوب دي طيبه جدا وبلادهم جميله يعني في غانا كمان الاكرة اللي احنا كنا رايحينها دي كانت على الساحل كانت عسافة كانت في مناظر حلوه فيها يعني في بعض المناظر كانت حلوه بعض المناظر اللي هي كانت عاديه طبعًا يعني بس طبعًا. بس افريقيا افريقيا في الاول في الاخر بس. طب انتوا الماتشات المهمه لعبتوها ايه في البطوله يعني ايه الفرق المهمه يعني احنا لعبنا 3 ماتشات كاملين هم كانوا توتال 3 ماتشات كان كام فرق 4 اللي مشاركين لا هو كان كنا 8 اعتقد كانت 4 في شجره و4 في شجره ثانيه فاحنا كان معانا في شجرتنا كانت جنوب افريقيا المغرب ساعتها ما كانتش مشاركه بكاتا جماعي رجال ف حلو سهلت علينا الدنيا شويه بس حتى لو كانت معاكم هنكسب ما شاء الله احب انا الثقه دي قوي ممتاز ممتاز فاحنا لعبنا اول ماتش مع فرقه دوله افريقيه وبعد كده دخلنا على جنوب افريقيا في نص النهائي بس بعد كده كسبناه بعد كده لعبنا الجزائر في الفاينل طبعا الجزائر كان ماتش قوي لان فريق الجزائر يعني كان محقق قبل كده كذا مره بطولات كان خسرنا منهم قبل كده ولا كان خسرنا منهم مره يعني كانت سنه 2021 لا يعني او 2020 من بعيد بس الماتش ده كان جامد الماتش ده كان يعني كان بيحدد حاجات كتير يعني ده في الفاينل صح؟ عملنا ايه طب كسبناهم كام؟ لا كسبناهم فرق درجه ونص ده كتير قوي يعني انا بسمع حاجات درجتين ودرجه ونص لا ده احنا الموضوع فرق درجه ونص احنا الحمد لله كنا فارقين قوي عنهم بسم الله ما شاء الله الحمد لله